حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلقت أسعار النفط العالمية على مكاسب نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد تذبذبا في الأسعار، وأغلق خام البصرة ثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بمقدار 95 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و67 سنتا، وسجلت مكاسب أسبوعية بلغت 3 دولارات و45 سنتا بما يعادل 4.35%. وأغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض بمقدار 2 دولارين و4 سنتات ليصل إلى 87 دولارا و96 سنتا، إلا أنه سجل أرباحا أسبوعية بلغت 2 دولارات. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض أيضا بمقدار 1.64 دولار سنتا ليصل إلى 79 دولارا و49 سنتا للبرميل، إلا أنه سجل أرباحا أسبوعية أيضا بلغت 75 سنتا. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء ثالثا كأكبر مستورد من تركيا في شهر آب الماضي، مشيرة إلى أن ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة تجاوزت 13% و40% على التوالي. وقالت الهيئة في التقرير أو في تقرير لها إن صادرات تركيا لشهر آب تجاوزت 21 مليار دولار أمريكي لتبلغ أكثر من 13%، وتسجل ارتفاعا يتجاوز زيادة بنسبة 40% عن صادرات تركيا إلى العراق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّنت الهيئة أن ألمانيا حلت أولا في استيرادها من تركيا، تلتها أمريكا، فالعراق الذي حل ثالثا ضمن أكثر الدول استيرادا من تركيا. أعلن البنك الدولي أنه سيمنح حزمة مساعدات مالية بحجم 530 دولارا أمريكيا لأوكرانيا بضمانات ائتمانية من بريطانيا والدنمارك. وأشار بيان للبنك أن المساعدات تقدم للحكومة الأوكرانية لتلبية الاحتياجات العاجلة، موضحا أن بريطانيا قدمت 500 مليون والدنمارك 30 مليونا من المبلغ المخصص. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم الميزانية الأوكرانية بمليار ونصف المليار دولار في الشهر الواحد. أنهت الأسهم الأمريكية يومها وأسبوعها وشهرها وربع سنتها الثالث على خسائر كبيرة، وسجل مؤشر S&P 500 أدنى سعر له في عام 2022 بعد أن خسر أكثر من 1.5% من قيمته، بينما بلغت خسائر مؤشر داو جونز أكثر من 1.70%، حيث صدمت بيانات حديثة المستثمرين بحقيقة ارتفاع أحد أهم مؤشرات التضخم خلال شهر آب الماضي رغم تراجع أسعار الوقود. وفي الأسبوع الأخير من الربع الثالث تراوحت الخسائر الأسبوعية للمؤشرات الرئيسية الثلاثة بين 2.7% و2.9%. والآن نترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.